السكشن اللي فات اتكلمنا عن الاند والاور والنوت والاكزور جيت، وشفنا ازاي بنريبريزنت لو كان معانا لوجيك سيركت او كان معانا بوليان اكسبريشن ازاي نحول الكلام ده لترو ستيبل، تمام؟ لكن ما خدناش ايه السمبليفيكيشن. النهارده هناخد باقي الجيت، هناخد الناند والنور جيت، تمام؟ وبعد كده نتعلم ازاي نعمل ايه سمبليفيكيشن باستخدام المالتي فاريبل ثيرم والديمورجان ثيرم والكي ماب سمبليفيكيشن. طيب فاول حاجه الناند والنور جيت زي ما خدنا في المحاضرات. اول حاجه نشوف السيمبل بتاعها. فالناند جيت السيمبل بتاعها بيكون عامل ازاي؟ بيكون هي اند ولكن بيبقى في نوت على الاوتبوت، لو كان ده اي وده بي فبالتالي ده كده هو الاوت بتاع اللي اسمه اكس. لو عايزين نشوف التروث تيبل بتاعها ده كده اي وده بي ده اكس 0 0 1 1 0 1 0 1. المفروض ان الاند بتطلع واحد بس لما يكون الانبوتس 1 1، فبالتالي ده هيكون 1 1 1 0. البولين اكسبريشن بنقول ان الاكس بتساوي الاي في البي لكل بور. طيب النور جيت بنفس اللوجيك هي اور ولكن في نوت على الاوتبوت، لو ده الانبوت اي وبي ده الاوتبوت اكس. الترو ستيبل 0 0 1 1 0 1 0 1. الاور جيت كانت بتطلع واحد ايا كان الانبوت كانت قيمته بواحد، فبالتالي ده هيبقى بواحد والباقي دول بصفار. طيب لو عايزين نكتب البولين اكسبريشن فالاكس هيساوي الاي بلس البي كل بار. طيب فدول كده ايه باقي الجيتس المفروض ان احنا ايه نكملهم. يبقى احنا كده خدنا الاند، خدنا الاور، خدنا النوت، خدنا الاكزور، خدنا الناند، وخدنا النور جيت. دول كده كل الجيتس اللي ممكن نتعرض لهم خلال الفتره دي. طيب بعد كده نشوف السمبليفيكيشن. فاول طريقه موجوده معانا هي يوزنج مالتي فاريبل ثيرم. طيب في شويه بروبرتيز كده لازم نتعلمها، ونلاقي ان البروبرتيز دي قريبه شويه من الحاجات الماثيماتكس اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. طيب فموجود معانا كذا بروبرتي زي الكوميوتيتيف الاسوشيتيف الديستريبيوتيف والابزوربشن والدواليتي. طيب لازم نكون عارفين البروبرتيز دي لان دي هتكون هي تولز موجوده معاك هتساعدك بعد كده ان انت تقدر تعمل سمبليفيكيشن باستخدام الطرق دي لاي مساله تيجي قدامك. فاول حاجه الكوميوتيتيف معناه ايه؟ معناه ان انا لو كان عندي اكس بلس الواي هي نفسها الواي بلس الاكس، لو انا بعمل اور ما بين الاكس والواي هو نفسه اللي انا بعمل اور ما بين الاكس والواي. طيب نفس الكلام برضو بالنسبه لي الاند، لو انا قلت ان انا بعمل اند ما بين الاكس والواي هي نفسها لو انا بعمل اند ما بين الواي والاكس، تمام كده؟ طيب البروبرتي الثانيه اسمها اسوشيتيف، لو انا كان عندي بعمل عندي ثلاثه انبوت او اكتر من ثلاثه انبوت، لو عملت اور الاول ما بين الاكس والواي وبعد كده عملت اور مع الزد هي نفسها لو انا عملت اور ما بين الواي والزد وبعد كده رجعت عملت اور مع الاكس. نفس الكلام للواي، لو في اند ما بين الاكس والواي الاند لو في اند ما بين الاكس والواي وبعد كده عملت اند مع الزد هي نفسها لو عملت اند ما بين الواي والزد وبعد كده رجعت عملت اند ايه مع الاكس. طيب دي كده الكوميوتيتيف ودي كده الاسوشيتيف، بعد كده الديستريبيوتيف. فدي كده الاكس في الواي زائد زد، دي كده عارفينها من الماثماتكس، هنوزع كاننا بنوزع الضرب جوه القوس ده، تمام؟ يبقى اكس واي بلس الاكس زد، تمام؟ يبقى انا كده وزعت الاند جوه. ناخدها باللوجيك ده ان انا بوزع الاوبريشن تمام جوه القوس نفسه، عشان لما نيجي نبص على هنا دي ما كناش بنشوفها في الحاجات الماثماتكس العاديه اللي احنا عارفينها، تمام؟ ولكن باللوجيك اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا هنعمل ايه؟ هنوزع الاور دي جوه القوس ده، تمام؟ يبقى اكس بلس الواي اكس بلس الزد وما بينهم ايه؟ اند، تمام كده؟ طيب بعد كده البروبرتي اللي بعدها، ودي بروبرتي مهمه جدا وبتسهل علينا كتير، فلازم ايه؟ يعني دي اكتر واحده ليها اهميه من ضمن البروبرتيز اللي احنا بنتكلم عنها، لازم تكون عارفينها كويس جدا وناخد بالنا منها لان هي تتكرر معانا كتير في المسائل. لو كان عندي الاكس زائد اكس زائد اكس في الواي، تمام؟ فلو خدنا الاكس سي خدناها عامل مشترك فيتفضل 1 بلس الواي، ده كده كانك بتعمل اور ما بين الواحد والواي، تمام؟ الاور اي انبوت بواحد الاوت بتطلع بواحد، فبالتالي ده يبقى اكس في واحد يطلع بكام؟ باكس. طيب نبص على دي، لو كان عندي اكس بلس اكس بار واي فبنعمل ايه؟ بنشيل الاكس بار دي، يبقى اكس بلس الواي، تمام؟ بنفس الطريقه لو قلت اكس بار بلس اكس واي فهنشيل الاكس دي يتفضل معانا اكس بار بلس الواي، تمام؟ دي كده البروبرتي اللي احنا بنقول عليها ايه؟ ابزوربشن. بعد كده في بروبرتي بنسميها الدواليتي، ودي قريبه شويه من اللوجيك بتاع الديمورجان ثيرم. بنعمل ايه في الدواليتي؟ ان احنا عندنا اي اور بنحولها الى اند والعكس صحيح، تمام؟ واي نوت بنحولها الى انتي نوت والعكس صحيح برضه، تمام؟ هنشوف الكلام ده اكتر لما نيجي نشوف المسائل، وبرده لما نيجي نشرح الديمورجان ثيرم اللي احنا هنشرحها دلوقتي. ديمورجان ثيرم بتقول ايه؟ بيقول ان انا لو كان عندي اكس بلس اكس بلس واي لكل بار، فانا عايز اعمل ايه؟ هحول الاور دي الى اند، تمام؟ ووزع ايه؟
تمام وزع البار دي. طيب خلينا كده ايه نشوفها هنا في الرسمه اللي موجوده قدامنا دي. انا عندي هنا الاي بي دول كده الانبوت بتوعي، بعد كده اللي خارج من هنا اي بلس البي الكل بار، مظبوط؟ فالمفروض ان هو بيساوي الاكس بار في الواي بار. طيب بعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هحول الاور دي الى اند، تمام؟ يبقى دي اول حاجه من دول زي ما احنا شفنا كده، بحول الاور الى اند، وبعد كده بحول النوت الى انتي نوت، والانتي نوت الى نوت، بمعنى ان انا عندي على الانبوت هنا مفيش نوت، صح؟ هروح احط نوت هنا. كان هنا عندي على الاوتبوت نوت، اشيل النوت دي. يبقى المفروض ان دي ايكوال دي. هل الكلام ده متطبق في الدي مورجان؟ اه. اي بلس البي لكل بار بيساوي الاي بار في البي بار. اكس بلس الواي كل بار بيساوي الاكس بار في الواي بار. فهمنا بنعمل ايه؟ هي دي البروبرتي بتاعت الدوالتي اللي جاي منها الدي مورجان ثير. نفس الكلام برضو لو كان عندي اكس واي لكل بار. لو كان عندي ناند داخل هنا الاي وداخل هنا البي، تمام؟ فالمفروض ان الاكس اللي طالع ده هو ايه؟ اي بي لكل بار. طيب خلينا نشوف الاول نطبق الدوالتي وبعد كده نشوف هل هو دي مورجان بيطلع نفس الناتج ده ولا لا. الاند دي هنروح نحولها لايه؟ لاور، تمام؟ وبعد كده احط نوت هنا واحط نوت هنا، وده الاي وده البي، النقطه دي هشيلها وبالتالي ده الاكس. طيب المفروض ان الاكس ده هيساوي ايه؟ هيساوي اي بار بلس البي بار. هل دول بيساوي بعض؟ اكس واي لكل بار بيساوي الاكس بار زائد الواي بار، تمام كده؟ طيب بعد كده نخش بقى على نوع تاني بنسميه الترو ستيبل تو بولين اكسبريشن، تمام؟ ده اللي احنا ما خدناهوش المره اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا كنا بنجيب الترو ستيبل من البولين اكسبريشن او من اللوجيك سيركت. المره دي احنا عايزين نعمل العكس، مدينا ترو ستيبل وعايزين نجيب منه البولين اكسبريشن. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنبص على الترو ستيبل بتاعنا. احنا طبعا بنعرف نرص الترو ستيبل. بالمناسبه اي ترو ستيبل بعد كده المره اللي فاتت سيبناكم انتوا تجربوا براحتكم، ولكن للتسهيل بعد كده وعشان حلولنا كلها تكون واحده ان احنا هنخلي الترو ستيبل بالشكل ده. بمعنى ان انا هنا عندي اثنين انبوت، يعني هنا عندي اربع حالات، فاول انبوت بقسمه نص بالنص، تمام؟ 2 0 2 1، وبعد كده الانبوت اللي بعده بغير هيبقى 0 1 0 1 وهكذا. لو ثلاثه انبوت زي ما اتعلمنا، فاهم؟ فهنثبت الترو ستيبل ان احنا نكتبه بالشكل ده. طيب ازاي بقى نحول الترو ستيبل للبولين اكسبريشن؟ ببص على كل رو في الترو ستيبل بتاعي اللي قيمته بواحد، تمام؟ وبخليه برودكت تير او بنسميه منتر. بمعنى ايه؟ لو كان عندي ترو ستيبل لثلاثه انبوت بالشكل ده، A والB والC، وده كده الاكس، تمام؟ C ده كان 0 0 0، يبقى الاكس هنكتبها هنا ايه؟ هتبقى هي الA بار في البي بار في الC بار، تمام؟ طيب لو كان ده 0 0 1 فيبقى A بار B بار C، وهكذا بنفس اللوجيك ده لحد ما نوصل ل 1 1 1 هنكتبها ABC. يبقى دول كده اللي احنا بنسميهم البرودكت تيرم او المينتر. طيب ايه اللي انا هاخده منهم؟ هاخد منهم اللي قيمته واحد، ان هو هيديني ترو ستيبل. فسي ان هو كان مديني ان الاكس هنا دي كانت هنا بتساوي واحد وهنا بتساوي واحد وهنا بتساوي واحد، يبقى المفروض ان الاف بالنسبه لي او الاكس بالنسبه لي هتبقى قيمتها كام؟ اي بار بي بار سي بار زائد الاي بار بي بار سي زائد الاي بي سي. فهو ده اللي احنا بنقول عليه هنا، ان كل رو ليه قيمه واحد بناخده ان هو برودكت تيرم او مين تيرم، وبعد كده الاوتبوت اكسبريشن هو السم اوف برودكت، تمام؟ ان انت ايه بتجمع البرودكتس اللي هي كانت ليها قيمه بتساوي واحد. يبقى انت كده وصلت الى الاوتبوت اكسبريشن اللي هو كان الاكس في الاكزامبل اللي احنا قلناه ده. طيب لو بصينا على الاكس كده هنلاقي ان هو ايه؟ بيبقى تيرم كبير قوي، لان انت بتجمع كل الوحايد. سي انك انت كان عندك التروس تيبل بتاعك فيه ست وحايد، يبقى انت هتجمع ست ترمات على بعض وكل تيرم فيه ثلاثه انبوت لو كان عندك ايه؟ الانبوت عدد الانبوت بيساوي 3. طيب فالخطوه اللي جايه ان احنا عايزين نعمل ريديوسنج للبولين اكسبريشن اللي انت طلعته ده. طيب انت عايز تعمل سمبليفيكيشن، فيا اما تستخدم الكلام اللي احنا شرحناه ان انت تستخدم المالتي فاريبل ثيرم والدي مورجان ثيرم عشان توصل ان انت تعمل سمبليفيكيشن، او يا اما تستخدم الطريقه الثانيه اللي احنا هنشرحها دلوقتي اللي احنا بنسميها ايه؟ الكي ماب سمبليفيكيشن. ايه هي بقى الكي ماب سمبليفيكيشن؟ ده طريقه ثانيه ان احنا نريبريزنت بيها البولين اكسبريشن. احنا بنعرف نريبريزنت البولين اكسبريشن باستخدام الترو ستيبل زي ما احنا عاملين كده، تمام؟ ولكن الكي ماب هي طريقه ثانيه غير الترو ستيبل. طيب فهي بتستخدم لحاجتين، بتستخدم ان هي بتريبريزنت البولين اكسبريشن، وبتستخدم كمان انت بتعمل سمبليفاي للبولين اكسبريشن. ازاي بنعمل الكلام ده؟ ده بيبان اكتر في الاكزامبلز اكتر من الشرح، ولكن عشان بس ايه نثبت طريقه الحل بتاعتنا. فسي ان انت كان عندك 3 انبوتس، ف3 انبوتس بنكتبهم ازاي؟ 3
3 انبوت يبقى انت عندك كام حاله؟ 8 حالات. فبتقسم هنا 8 سكويرز تمام، وبتقول ان ده زي هو الاكس وده كده الواي زد. بنقول ان اكس ده يا اما 0 يا اما 1، الواي زد ده يا اما 0 0 0 1 1 1 1 0 تمام، بنكتبها برده بالشكل ده. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنبدا نحط الوحايد اللي كانت موجوده في الجدول نحطها هنا. يعني سي كان ده التروس تيبل بتاعي كان موجود عند 0 و0 و0 0 0 1 1 1 1، فالثلاث وحايد دول هتيجي تحطهم هنا تمام. ففين 0 0 0؟ هو ده فين 0 0 1؟ ادي 0 0 1، يبقى في عندك 1 هنا وعندك ايه 1 1 1 اللي هي هنا تمام كده. يبقى انت كده ايه حطيت او عملت ريبريزنتيشن للبوليان اكسبريشن بتاعك باستخدام الكي ماب سمبليفيكيشن او الكي ماب بس. طيب لو عايزين نعمل بقى كي ماب سمبليفيكيشن، عايزين نسمبليفاي الموضوع ده، فاحنا هنا ممكن نعمل ايه؟ بنجمع اكبر قدر من الوحايد تمام في جروب كده، ولكن الجروب ده لازم يكون 2 باور ان تمام، والان دي من 0 لحد انفينيتي. يعني يا اما تكون تاخد سكوير واحد، يا اما تاخد 2 سكوير، يا اما تاخد 4 سكوير او 8 سكوير وهكذا. طيب هنا احنا ممكن نجمع قد ايه؟ ممكن ناخد دول مع بعض وده لوحده. طيب لما ناخد دول مع بعض الاوتبوت اللي هيطلع من هنا هيكون قيمته بكام؟ من تجميع الاثنين وحايد دول مع بعض بنعمل ايه؟ تمام، انت عندك هنا كام حاله؟ عندك هنا 8 حالات صح؟ طيب فلما تجمع 4 4 سكويرز الاوتبوت اللي هيطلع معاك هو حرف واحد بس. لما تجمع 2 سكويرز الاوتبوت اللي هيطلع معاك هو حرفين، لما تجمع رقم واحد الاوتبوت اللي هيطلع معاك 3 حروف. فهمنا حاجه؟ طب هنا عندي كام سكويرز؟ عندي 2 سكوير، فالمفروض ان الاوتبوت يطلع معاك حرفين. ايه هما الحرفين؟ تمام؟ هيبقى الاكس ب 0 والواي ب 0 صح كده؟ هيبقى اكس بار واي بار. فهمنا احنا عملنا ايه؟ طيب لما نبص على ده سكوير واحد بس، يبقى المفروض ان انت هتكتب الثلاثه ايه؟ هتكتب الاي والبي والسي. طيب لو جينا بصينا هنا ده كده الاي وده بي وده سي، يبقى ايه؟ بي سي تمام؟ طيب او اكس واي زد فدي كده الطريقه دول. طيب احنا بنعمل جروب للوحايد اللي موجوده جنب بعض تمام. بمعنى ان انا لو كان عندي شكل تاني كده وعندي فيه هنا واحد 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 وده صفر 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 صفر، طيب تعرف تعمل جروب من الوحايد 2 باور ان؟ يعني يا اما تاخد رقم واحد سكوير واحد، يا اما تاخد 2 سكوير، يا اما تاخد 4 سكوير وهكذا جنب بعض. فين الاربعه فين عدد السكويرز اللي موجوده؟ هما دول صح؟ يبقى انت كده هتاخد دول كده وبالنسبه لك هيكونوا جروب تمام؟ وبعد كده تريبريزنت الجروب ده تمام؟ ب برودكت تيرم. طب البرودكت تيرم ده يا اما يكون مكون من انبوت واحد، يا اما من 2 انبوت، يا اما من 3 انبوت. ده على حسب ايه؟ على حسب عدد السكويرز اللي انت خدتها جنب بعض. هنا انت خدت 4 سكويرز، فالاربعه سكويرز في الثلاثه انبوت بيطلعوا لك برودكت تيرم مكون من انبوت واحد. طب فين الانبوت هنا؟ حد يقدر يقول لي؟ لو انا قلت لك ان ده كده هو الاكس وده كده هو الواي زد تمام؟ فهيكون ايه؟ تمام واي بار. ليه بقى زميلنا قال واي بار؟ لان احنا لو بصينا ده 0 و1، ده 0 و0، ده 0 و1، فبتروح تبص على الانبوت اللي قيمته ما اتغيرتش جوه التجميع اللي انت عملتها دي او جوه الجروب ده. لو جيت بصيت على الاكس فهتلاقي ان الاكس قيمته اتغيرت من 0 ل 1 صح؟ مره كانت 0 ومره كانت ب 1 جوه الجروب ده. لو جيت بصيت على الزد فهتلاقي ان الزد مره كانت قيمتها بصفر ومره كانت قيمتها بواحد، فمش هينفع. لو جيت بصيت على الواي هتلاقي فعلا هي الواي الوحيده اللي قيمتها كانت ثابته، هنا بصفر وهنا بصفر تمام. فبالتالي لما تقول ان الاف هنا هتساوي ايه، يبقى هتساوي الواي بار. واي بار ليه؟ لان الواي كانت قيمتها بصفر تمام. كلنا فاهمين النقطه دي؟ طيب يبقى احنا كده ايه خلصنا الجزء بتاع الشرح. هنخش بعد كده على الشيت هنحل من المساله رقم 3 لحد مسألة رقم 11 تمام. هنحل ايه قدر كبير من المسائل النهارده عشان نقدر نغطي الجزء اللي هيكون موجود فيه الميد تيرم ان شاء الله. طيب حد عنده اي اسئله في الشرح؟ مش عارف لسه، هشوف مع دكتور. بس يعني ايه خلينا كده، احنا كده في السيف سايد. يعني لو دخلنا الفليف لوب فممكن ايه الاسبوع الجاي لو خدنا سكشن زياده او الاسبوع اللي بعده، او الميد تيرم هيكون بعد اسبوعين. لسه لسه صح؟ تمام تمام خلاص خير بسيط ما تتخضوش. كويز امتى؟ هو الدكتور اتفق معاكم على كويز؟ ما اتفقش صح؟ يبقى خلاص.
طب اتفق معاكم اعمال السنه تتوزع ازاي؟ الماده 150 كم معمل؟ لا يعني كم درجه معمل؟ 10 درجات معمل. لا يا راجل قليل قوي. لا توتال تمام فضل كده 30. عايزين نعمل سمبليفيكيشن باستخدام الدي مورجان والمالتي فاريبل ثيرم. تمام يعني احنا ايه مش 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 هنحل بيه الكي ماب. طيب هنا عندي الاف بتساوي الاي بلس البي لكل بار مضروبه في الاي بار بلس البي بار. حد شايف هنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد دي تبقى اي بار بي بار، وهنا نازل القوس ده زي ما هو بكان نستخدم البروبرتي بتاعت الديستريبيوشن. تمام يبقى هتساوي هنضرب الكلام ده اي بار في بي بار مضروبه في اي بار، اديني ايه؟ اي بار بي بار صح كده؟ طيب نفس الكلام اي بار في البي بار في البي بار هيديني اي بار بي بار، دول هيدوني ايه؟ حد مش فاهم حاجه هنا؟ هنا ممكن نعمل ايه؟ اكس بار واي بار زائد الاكس واي زد زائد اكس بار واي. ممكن ناخد اكس بار عامل مشترك فضل اكس بار واي بار بلس الواي زائد اكس واي زد. طيب دي هتديني ايه؟ اتفضل اكس بار بلس الاكس واي زد. نلغي الاكس دي حد عنده مشاكل؟ نحل كده المسألة دي. يلا الاف بتساوي الاكس زائد الواي في الزد زائد اكس زائد زد لكل بار. هنلاقي كده عندنا هنلاقي برضو مع بعض اللي حل كده ممكن يقترح نعمل ايه؟ ممكن نعمل ايه؟ يا جماعه ممكن نفك دي هيبقى اكس بار زد بار صح كده؟ بعد كده ممكن نعمل ايه؟ نشيل الزد بار دي بعد كده ممكن تشيل اكس بار دي تمام. لو خدت الواي من هنا عامل مشترك فيتفضل زد بلس 1 تمام.
ممكن نعمل هنا انا عندي دبليو بار في اكس زد بار زائد واي بار زد زائد اكس دبليو زائد دبليو بار واي زد. ممكن نشيل هنا دبليو بار في الاكس يبقى زد بار بلس واي بار بلس اكس. هنا يبقى عندي تمام. بعد كده ممكن نعمل ايه؟ ناخد الاكس عامل مشترك ونفك. طيب خلينا نعمل كده دبليو اكس زد بار زائد دبليو بار اكس واي بار زائد اكس دبليو زائد اكس واي زد. ناخد الاكس عامل مشترك اتفضل دبليو بار زد بار زائد دبليو بار واي بار زائد الدبليو زائد الواي زد. حد شايف حاجه جوه القوس هنا؟ تمام. لو انا خدت بصيت على دول كده يبقى دبليو بار زد بار زائد تمام هيبقى عندي واي بار بلس دبليو بلس واي زد. تمام. طيب لو جينا بصينا على دول كده فاحنا ممكن نشيل دبليو بار اتفضل زد بار بلس الدبليو، ولو جينا بصينا على دول كده فيبقى واي بار بلس زد. حد شايف حاجه جوه القوس هنا؟ زد زائد زد بار ادينا 1 بلس دبليو بلس الواي بار. تمام. في الاخر كل الكلام ده في الاخر اختصرنا ايه؟ ساكس. نحل المسألة دي برضو. عندنا بي سي بي اي دي بلس سي بار في الدي. تمام. بي سي بلس البي مضروبة في الاي دي زائد السي بار في الدي. حد ما وصلش البي سي بلس البي دي نحلها خلاص. تمام. بص على المساله دي الاف بتساوي الاي بي سي زائد الاي بي سي بار زائد الاي بار بي سي زائد الاي بي بار سي. ممكن نعمل ايه؟ ليه؟ ما انت عندك حاجات كتيره اهي، ليه تزود عليه؟ يعني ينفع ينفع اه تمام؟ بس بما لا يتعارض مع المساله، يعني انت ما تبطش المساله. يعني اه نفس الترم من هنا بالظبط. لو خدنا الاي بي عامل مشترك فيتفضل سي بي بلس السي بار فيتفضل اي بي. تمام. عندي هنا اي بار بي سي زائد اي بي بار سي. سي اي اي اكزور بي. تمام. ده حل جديد ده. تمام. دلوقتي هنا اقترحت حل ان احنا ممكن نعمل ايه؟ تبقى الاي بي زائد السي، وهنا هتبقى الاي اكزور مع البي. تمام. مستخدمين هنا كام جيت؟ دي واحد اثنين
3 4. طيب الحل بتاعي هنا بيقول ايه؟ الاف بتساوي البي اي بلس السي بي بلس السي اي. هنا كم جيت؟ 1 2 3 4 5. تمام، يبقى دي مور سمبليفاي. احنا ما بنبصش على الكلام ده، يعني وانس ان انت وصلت للمينيمم سمبليفيكيشن مش هنبص، مش هنقارن نمبر اوف جيتس. تمام، يعني الاثنين دول صح. طبعا انت تعرفوا توصلوا لدي. طيب سؤال رقم 4 بيقول ايه؟ مديني بولين اكسبريشن مديني بولين اكسبريشن ده، وبيقول لي ان انا عايز استخدم فيه اور ونوت جيتس بس. تمام، انا عايز اشيل ايه؟ اي اند جيت موجوده هنا. فممكن نختار احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تمام، هنستخدم دي مورجان ثيرم. لو انا بصيت على دي كده ودي ودي، فكل ترم من دول هاخده لوحده كده واحوله بالدي مورجان ثيرم بحيث ان هو يكون اور ونوت بس. طيب يبقى كده الاف هتساوي اكس بار واي بار، والدي مورجان ثيرم احنا كنا كاتبينها هنا بيساوي ايه؟ اكس بلس واي كل بار. لو ناسيين برضو فاحنا ممكن نستخدم البروبرتي بتاعت الدواليتي اللي هي ايه؟ انا كده هنا عندي اند. تمام؟ فالاند دي احولها الاور، وبعد كده اشيل كل نوت واحط انتي نوت، ولو ما فيش نوت ايه؟ احط، ولو ما فيش نوت احط نوت. فانا هنا عندي الانبوت ده عليه نوت اشيله، والانبوت ده عليه نوت اشيله، والاوتبوت تمام ما كانش عليه فاحط نوت. تمام؟ دي يا اما البروبرتي بتاعت الدواليتي يا اما تستخدم دي مورجان ثيرم. بلس اكس بار زد بتحول لايه؟ هتبقى اكس تمام اكس بلس زد بار كل بار. تمام، بلس الواي زائد زد بار كل بار. تمام، هنا الاف بتساوي الواي بلس زد بار في الاكس بلس الواي في الواي بار بلس الزد. عايزين برضو نحولها ان احنا نستخدم اور ونوت جيتس بس. طيب انا عندي هنا في اور وفي اور وفي اور. تمام، انا عندي المشكله هنا في الاثنين عندي دول، فهنعمل ايه؟ تمام، يبقى ممكن نقول ان احنا هنعمل كده واي بلس زد بار زائد الاكس بلس واي زائد واي بار زد، وبعد كده ممكن احط بار عليهم كلهم، وبعد كده اعمل ايه؟ بار على كل واحده من دول عشان لما ارجع ارجع لدي. تمام؟ حد عنده مشاكل؟ ليه حطينا بار ثانيه؟ طيب نفتكر كده دي مورجان ثيرم، اكس بلس واي الكل بار بتساوي ايه؟ اكس بار واي بار. تمام؟ والتانية كانت بتقول ايه؟ لو كان عندي اكس واي بار فهتتحول الى اكس بار بلس الواي بار. طيب دلوقتي انا هنا كان عندي انهي واحدة؟ انا عندي دي. تمام؟ فدلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ لو عايز ارجع من دي لدي، انا عايزين نعمل العكس. يعني عندي دي كده وعايز ارجع العكس، فبنعمل ايه؟ بنشيل الاند، بشيل الاور دي واحط اند، وبعد كده ايه؟ بحط نوت على كل واحدة فيهم. فتعالى نعمل كده دي. تمام، دلوقتي احنا هنلغي النوت اللي فوق دي. تمام، وبعد كده ايه؟ هحول دول لاند، وبعد كده لما اجي اعمل نوت هنا عشان تلغي دي بالظبط كده. السؤال اللي بعده
سؤال رقم 5 اي بيقول ان انت معاك ناند جيت وعايز تحولها لنوت جيت واور جيت ونور جيت. تمام، خلينا نبدا باول حاجه النوت. ادي الناند جيت اهي، ودول كده التو انبوتس بتوعه. تمام، عايز ادخل من هنا ايه يطلع لي من هنا ايه بار. تمام، نوصل التو انبوتس ببعض يبقى ده هو الايه. طب ايه دليلك على الكلام ده؟ تمام، لو انا عملت ايه ايه اند مع ايه هيطلع ايه مع النوت الموجوده هنا يطلع ايه بار. تمام، يبقى دي كده ايه نوت جيت. طب تاني حاجه اور جيت، نبص كده، ده كده هو الناند. الناحيه الثانيه انا عايز ايه؟ عايز اور. تمام، طيب نبص هنا على الخاصيه بتاعت الدواليتي اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي انا عندي ايه؟ لو عندي اند عايز احولها لاور، الاند اتحولت لاور. طيب لو في نوت هنا الغي النوت هنا. تمام، هنا انا ما عنديش ايه؟ نوت، فالمفروض يبقى عندي هنا نوت ونوت. طب هو ما قاليش ينفع تستخدم نوت، وقال لي ناند بس، فانا عايز احط على الانبوت ده نوت وعايز احط على الانبوت ده نوت، اعمل ايه؟ استخدم دي بقى. تمام، يبقى هروح هنا احط هنا الانبوت الاولاني اسمه ايه؟ المفروض اللي طالع من هنا ده هو الايه؟ بلس البي. تمام؟ تاني دلوقتي فاكر الخاصيه بتاعت الدواليتي؟ اي اند بتتحول لاور والعكس، ولو في نوت الغيها، لو ما فيش نوت حطها. تمام، انا عايز احول الناند دي قبل ما احط دي، عايز احول الناند دي للاور دي. طيب الاور دي ما فيش نوت هنا ولا هنا ولا هنا، المفروض عندي في الناند تمام يبقى في نوت هنا، او في الاند يبقى في نوت هنا ونوت هنا ونوت هنا، صح كده؟ عشان يبقى ده ايكوال ده. طيب هي الناند اوريدي فيها نوت هنا، فمش محتاج ان انا اعمل حاجه. طيب بس هنا على الانبوت محتاج احط نوت هنا ونوت هنا. طب ازاي هستخدم نوت وانا مش معايا نوت اصلا؟ نستخدم بقى ايه؟ رقم واحد دي، ازاي نعمل نوت؟ ان انت تدخل نفس الانبوت على التو انبوت بتوع الناند. تمام، اللي احنا عملناه هنا. تالت حاجه هي النور، تاكيدا برضو على نفس الكلام، ادي كده الناند اهي، وادي كده عندي النور. عايزك تحولي من الناند الى نور. تمام، يعني عايزين نخلي ده ايكوال ده. طيب انا حولت الاند الاور خلاص. طيب عندي هنا نوت، حاضر، ده كده الناند اهي وده كده النور. تمام، عايزين ده ايكوال ده. طيب الاند اتحولت لاور، بعد كده اي نوت هنعكسها، ولو مفيش نوت نحط نوت. طيب دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي في النور هنا في نوت، المفروض هنا مفيش نوت. طب هي الناند اوريدي فيها نوت، فهنعمل ايه؟ هنعمل نوت نوت، المفروض ان احنا نعمل هنا نوت كمان. فهنعملها ازاي؟ باستخدام رقم واحد دي، ان احنا الكلام ده هندخله على ناند تاني. تمام، انا عندي الانبوت مفيش فيها نوت، المفروض ان احنا نحط نوت هنا، فنعمل ايه؟ هنستخدم برضو ناند هنا. تمام، المفروض اللي طالع من هنا هو الاكس بتساوي الاي بلس البي الكل بار، اللي هو نفسه هنا. تمام، نحل احنا بقى السؤال اللي بعده. بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عندنا نور عايزين نحولها لنوت، وعايزين نحولها الى اند، وعايزين نحولها الى ناند. يلا كده نعملها عندنا. هتعمل بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها هنا تقريبا، هي نفسها بالظبط. اول حاجه لو احنا عايزين نحولها لنوت، ف
فنعمل ايه؟ تمام، نفس الانبوت هندخله على النور. طيب لو احنا عايزين نحولها لاند، دي كده النور اهي، وده كده هو الاند. طيب يبقى نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوت هنا ونوت هنا. طب النوت اللي هنا دي هنستخدمها ازاي؟ انت هتروح تجيب نور ثانيه وتدخل عليها الانبوت ده، وهنا برضو نور وتدخل عليها الانبوت ده. تمام، يبقى انت كده حولتها الى اند. طيب لو انت عايز تحولها لناند، يبقى تاخد دي اند بالنسبه لك، هتحط بعدها ايه؟ نوت كمان. تمام، يبقى المفروض ان ده مكافئ الى نعم. كلنا عملناها كده. حد عنده اسئله؟ طيب السؤال اللي بعده، طيب عندنا اكزور جيت وعايزين نحولها لنوت والبفر، حد عنده اقتراح؟ نفتكر التروث تيبل بتاع الاكزور، ادي الاي والبي وادي الاكس. طيب لو عايزين نحول الاكزور لنوت، استخدام اكزور بس. طيب في زميلنا اقترح كده، تعال نبص عليه، بيقول هنخلي بالنهايه منهم بواحد. لو جينا بصينا كده، لما تكون الاي بواحد ايه اللي بيحصل للبي؟ الصفر بيبقى واحد والواحد بيبقى صفر. فلما بيكون في انبوت قيمته بواحد، الاوتبوت بتاع الاكزور بيعمل نوت للانبوت الثاني. تمام، يعني انا جيت لنا لو هنا حطيت واحد وهنا حطيت ايه، يبقى الاوتبوت اللي طالع من هنا هو ايه؟ واي بار، صح؟ بدي كده نوت. طب يعني ايه بفر؟ بفر معناه ان انا مدخل انبوت يطلع نفس الانبوت. تمام، كاني بعمل حاجه اسمها ايزوليشن، بفصل بس ما بين تو سيركت، بس اذا عايز نفس الانبوت اللي هنا هو يطلع هو برده هو نفس الاوتبوت. طيب في زمايلنا بيقترحوا اقتراح، بيقول ان احنا ايه، هنحط معاه انبوت زيرو. لو جينا بصينا هنا، لما تكون الاي بزيرو ايه اللي بيحصل للبي؟ الزيرو بتطلع زيرو والواحد بيطلع واحد، صح كده؟ طيب لو دخلنا هنا ايه وهنا زيرو، هيطلع من هنا ايه؟ يبقى ده كده هو البفر. البفر ده لو بيطلع نفس الاوتبوت. ان هي بتعمل حاجه زي ايزوليشن، حاجه عندنا في الكهرباء بنسميها مثلا ترانسفورمر، بياخد نفس الفولتج وبيطلع من نفس الناحيه الثانيه نفس الفولتج، بس هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايزوليشن ما بين السيركت دي والسيركت دي. نفس الكلام هنا مثلا في اللوجيك سيركت، انت عايز تعمل ايزوليشن ما بين السيركت دي والسيركت دي. سؤال رقم 6 بقى، هنشتغل على الكي ماب سمبليفيكيشن. مديني الاف بتساوي، ده رقم اي، الاي بار في البي في السي بار بلس اي بي سي دي بلس الاي في السي في الدي بار بلس الاي بي بار سي. عايزين نريبريزنت الكلام ده بالكي ماب ونعمله سمبليفيكيشن. طب هنا انا عندي كام انبوت؟ أربعة. تمام، يبقى عندي كام حالة؟ 16 حالة. فبنروح نرسم
سكوير كده 4 في 4 بعد كده ايه بنكتب الانبوتس بتوعنا سي هنخلي هنا الاي بي وهنا السي دي بعد كده نرص الحالات بتاعتنا 0 1 1 1 1 0 نفس الكلام هنا تمام وبعد كده بنعمل ايه ده بالنسبه لنا سم اوف برودكت صح كده فاحنا عايزين ناخد كل ترم من دول ونروح نريبريزنت الكلام ده بوحايد جوه الكي ماب بتاعتنا تمام فنفس اللوجيك اللي احنا قلناه في لما كان 3 انبوت طيب لما كان 3 انبوت قلت لك لو كان عندي 4 سكويرز فهم هيترجموا ان هو هيكون ترم مكون من انبوت واحد لو كان 2 سكوير فهيبقى ترم مكون من 2 انبوت وهكذا طيب هنا انا عندي 16 حاله يبقى لو عندي 8 سكويرز هيترجموا الى انبوت واحد لو كان عندي 4 سكويرز هيترجموا لي الى ترمين تمام او 2 انبوتس يعني ولو كان عندي 2 سكوير هيترجموا لثلاثة انبوت ولو كان عندي سكوير واحد هترجمه للاربع انبوت هنعمل العكس هنا انا هنا عندي ترم مكون من 3 انبوت فدول هيترجموا لكام سكوير 2 سكويرز تمام اماكنهم فين بقى نبص كده لو قلنا ده اي بار بي بار وده هيبقى اي بار بي وده اي بي وده اي بي بار هنا سي بار دي بار سي بار دي سي دي سي دي بار تمام بس هي عملتهم ريبريزنتيشن بالانبوتس بتوعي طيب انا هنا عايز اي بار بي سي بار اولا فين الاي اي بار بي اهي صح عايزين نروح نبص بقى الانترسكشن بتاعها مع السي بار فين السي بار هنا وهنا تمام يبقى اروح احط واحد هنا واحد هنا يبقى دول كده اترجموا لترم او لي 2 سكويرز طيب اللي بعده اي بي سي دي يترجموا لكام سكوير؟ سكوير واحد مكانه فين؟ ده الاي بي ده السي دي ده الانترسكشن بتاعه. طيب انت هنا عندك كام انبوت في المساله؟ أربعة. أربعة تمام؟ يبقى عدد الحالات كام؟ 16 نصهم 8 طيب يبقى انت كده لو عندك انبوت واحد بس 1 انبوت هيترجم الى 8 سكويرز والعكس صحيح طيب لو كان عندك 2 انبوت هيترجمه ل 4 سكويرز ولو كان 3 انبوت هيترجمه ل 2 سكوير ولو كان 4 انبوت هيترجمه سكوير واحد ده في حاله لو كانت المساله بتاعتك 4 انبوت طب لو كانت 3 انبوت بتعكس بقى تمام هيبقى لو كان انبوت واحد هيترجم ل 4 سكوير لو كان 2 انبوت هيترجمه 2 سكوير ولو كان 3 انبوت هيترجمه لسكوير واحد وهكذا تمام بتاخده يعني ايه بنفس السكيلنج ده فهنا انت عندك في الترم ده 3 انبوت فهيترجمه لكام سكوير 2 سكوير اللي احنا حطيناهم هنا دول كده 4 انبوت هيترجمه لسكوير واحد تمام طيب اللي بعديها 3 انبوت اي سي دي بار يترجمه لكام سكوير 2 سكوير تروح تبص عليهم تمام فين السي دي بار سي دي بار اهي تمام الانترسكشن بتاعه مع الاي الاي اهو تمام فهتروح تحط واحد هنا واحد هنا طيب اللي بعدها اي بي بار سي طيب فين الاي بي بار اهي تمام الانترسكشن بتاعها مع السي اللي هو موجود هنا تمام ففي اوريدي واحد هنا يبقى نحط واحد هنا فانت ايه ده كده ايه خلصت الريبريزنتيشن باستخدام الكي ماب ناقص بس ان انت تعمل سمبليفيكيشن هنعمل سمبليفيكيشن ازاي ان احنا بنجمع اكبر جروب ممكن من الوحايد مع بعض 2 بار ان تمام فممكن مين ممكن يجمعهم هنا الاربعه دول ممكن يتجمعوا مع بعض والاثنين دول ممكن يتجمعوا مع بعض تمام نبص على نفس الجدول ده بس المره دي العكس بقى هنا انا جمعت 4 سكويرز تمام هيترجموا لقد ايه ل 2 انبوتس تمام فين ال 2 انبوتس بتوعي تروح تبص على الفاريبلز اللي ما اتغيرتش او الانبوتس اللي ما اتغيرتش لما نيجي نبص على دول كده تمام هنلاقي ان الايه هنا ما اتغيرتش تمام يبقى اول ترم موجود معايا هو الايه طب الترم الثاني هيبقى هنا ايه اللي ما اتغيرش السي تمام يبقى سي يبقى كده اي سي بلس تروح تبص على ده دول كده 2 سكويرز هيترجموا ل 3 انبوت طيب فين ال 3 انبوت بتوعك عندك هنا اولا الاي بار بي تمام والترم الثالث
ايه هنا اللي ما اتغيرش؟ السي بار. تمام، يبقى اي بار بي سي بار. حد عنده مشاكل؟ فاهمين بنعمل ايه؟ طب نبص كده على المسألة دي مع بعض. الاف بتساوي الاي بار سي بار زائد الاي بار بي سي زائد البي بار سي. دول كده كام انبوت؟ 3 انبوت. تمام، يبقى انا عندي هنا كام؟ 8 حالات، فهنرصهم كده. ده بالنسبه لي يبقى الاي، وده كده البي سي. ايه بتغير من 0 ل 1؟ البي سي 0 0 0 1 1 1 1 0. تمام، بقى كده نروح نترجم الكلام ده جوه الكي ماب بتاعتنا. اول حاجه الاي بار سي بار ترجم لكام سكوير؟ 2 سكوير. تمام، فين الاي بار سي بار؟ ده الاي بار. تمام، والسي بار موجوده فين وفين؟ سي بار موجوده هنا وموجوده هنا. تمام كده. طيب بعد كده الاي بار بي سي ترجم لكام سكوير؟ سكوير واحد. ادي الاي بار مع البي سي موجود هنا. تمام، بعد كده عندي البي بار سي هيترجم ب 2 سكوير. فين البي بار سي؟ هو ده. تمام، طيب يبقى انا كده ايه خلصت الريبرزنتيشن بتاعي، هروح اعمل سمبليفيكيشن. تمام، اكبر جروب ممكن من الوحايد، فدول كده اربع وحايد مع بعض. تمام، ودول هيبقوا مع بعض. الاربع وحايد اللي مع بعض دول هيترجموا لانبوت واحد بس. ايه هو الانبوت ده؟ هو الاي بتساوي صفر، يعني الاي بار بلس الاثنين وحايد دول هيبقى بي بار سي. عادي يعملها زي ما انت عايز، بس ده زي ما كتبنا هنا في التروس تيبل بنكتبها بنفس الترتيب ده. فبرضه في الكي ماب سمبليفيكيشن بنحب نكتبها بالترتيب ده. تمام، لو انت عايز تغير غير فيها، ولكن لما تيجي بعد كده ممكن نحتاجها في باقي السكشن الجايه، لان انت هتلاقي ان الترتيب ده مهم بالنسبه لك، لانه ايه هيعتمد على حاجات تاني. طيب الالف بتساوي الاي بار بلس البي بار في السي. طب كده نحل السؤال اللي بعده ده. نحل كده السؤال ده سريعا. حد حلها؟ طلعت بكام؟ بي بار بلس سي بار. حد طلعها غير كده؟ طلعت معاك ايه؟ حاجه غريبه قوي. طب نحلها. انا عندي هنا كام انبوت؟ 3 انبوت، يبقى عندي 8 حالات. ده كده الايه وده البي سي 0 1 واحد صفر. طيب صوت صوت. طيب اول حاجه هنا عندي الاي بار بي بار موجوده فين؟ الاي بار بي بار ده كده الاي بار اهي، البي بار موجوده هنا وهنا، صح كده؟ طيب اي سي بار، ادي الاي، السي بار موجوده فين؟ هنا وهنا. طيب بعد كده عندي البي بار سي، فين البي بار سي؟ هي دي. تمام، وبعد كده عندي الاي بار بي سي بار، ادي الاي بار، البي سي بار موجوده فين؟ هنا، صح كده؟ طيب يبقى انا كده ايه ممكن اجمع دول مع بعض ودول مع بعض. يبقى الاف بالنسبه لنا هتبقى هي ايه؟ تجميع دول مع بعض اللي هي هتبقى دي، هتبقى ايه اللي ما اتغيرش هنا؟ البي بار. تمام، بلس
اللي موجوده هنا اللي هي ايه؟ البي سي بار. ممكن تمام سوري تمام. طيب احنا هنا ممكن نعمل ايه؟ هي ممكن تتعمل كمان بالسمبليفيكيشن بتاع الابزوربشن، بس احنا ممكن نروح ناخد دول كده مع دول، صح كده؟ دول برضو اربع وحايد، فالاربع وحايد دول تمام الناتج بتاعهم هيبقى هو ايه؟ دي ما اتغيرتش، السي ودي ما اتغيرتش، يبقى بي بار بلس سي بار. تمام؟ تمام مش غلط قوي، بس ايه هتنقص عليها حاجه بالظبط، خاصه ان الكيس امبليفيكيشن كلنا في الاخر بنطلع نفس الريزلت، يعني مفيش فيه اختلافات. طيب نحل تاني على الكيس امبليفيكيشن في السؤال ده ولا خلاص كده؟ طيب نخش على سؤال رقم 7. حد يمليه سؤال رقم 7 كده بيقول ايه؟ اللي معاه الشيت؟ حد معاه الشيت؟ سؤال رقم 7 مديني ترو ستيبل بالشكل ده. طيب سؤال رقم 7 شباب صوت مديني ترو ستيبل بالشكل ده، تمام، وعايزني احول الكلام ده للكي ماب وبعد كده اعمل سمبليفيكيشن. طيب محتاجين بقى ان احنا ايه، المره اللي فاتت كنا بنحول البولين اكسبريشن نفسه لكي ماب، عايزين بقى الترو ستيبل ده نحوله لكي ماب. فانا عندي هنا 3 انبوت، هروح ارسم الكي ماب الاول. طيب حد يعرف كده يخمن الارقام دي موجوده فين؟ طيب طريقه سهله، طبعا مش عارفين. تمام لو عايزين نرقم ده 0 ده 1 ده 2 3 4 5 6 7 تمام، نفس الترقيم ده موجود هنا، ده 0 1 2 3 4 5 6 7 تمام. هنماب من هنا لهنا، الوحيد دول موجودين فين؟ 2 و3 يعني هنا وهنا، موجودين في 6 و7 يعني هنا وهنا، تمام كده. طيب ممكن ناخد الجروب ده مع بعضه، ان في التروس تيبل لما نيجي نرسمهم كده هيبقى عندي عند رقم 2 هنا في 1، عند رقم 3 في 1، عند رقم 6 في 1، وعند رقم 7 في 1، اللي هي نفس المسألة اللي احنا حليناها دلوقتي دي، صح كده؟ 2 3 6 7، فدي هي نفسها دي، لما تيجي تكتبها على الكي ماب هديك برضو الاربع وحايد دول اللي هيتحولوا بعد كده الى واي. تمام؟ طيب دبل اي طيب هنا انا عندي كام انبوت؟ اربعة انبوت تمام؟ ودول كده اماكن بتوع الاوتبوت اللي بيساوي واحد. لو احنا عايزين نروح نكتب الكلام ده على الكي ماب، فهروح ارسم كي ماب 4 في 4 ده هيكون هو ال W X وده هيكون هو ال Y في Z، 0 0 0 1 1 1 1 0. طيب الترقيم بقى بتاع لما يكون عندي انبوت عدد انبوتس 4، الترقيم بتاعي بيعمل ازاي؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 بعد كده 8 9 10 11 12 13 14 15 تمام. دول كده ايه 16 اوتبوت بتوعي او 16 حاله بتوعي. طيب انا موجود عندي وحايد فين وفين؟ عند الصفر وعند الواحد وعند الاربعه وعند الخمسه وعند السته والسبعه، صح كده؟ تمام. هروح اخد الوحايد اللي موجودين هنا دول ودول
يبقى كده الاف بالنسبه لي هتكون هي ايه؟ دبليو بار في الاكس بلس اللي موجود هنا ده هيكون هو دبليو بار مضروب في واي بار. حد عنده مشاكل؟ محتاجين نحل مسألة تانية على النوع ده؟ سؤال رقم 9 بيقول design the drive circuit of 7 led segment. خدنا 7 led segment. طيب احنا عارفين ان 7 led segment ممكن ايه تعدلك هكسا من 0 لحد كام؟ 15. بتتكتب ازاي؟ 0 1 2 وهكذا لحد ما نوصل 9 وبعد كده A B C D E F. تمام؟ يبقى من 0 ل 15. فمن 0 ل 15 يبقى انت محتاج تدخل لها 4 inputs صح؟ محتاج تدخل 0000 او 0001 وهكذا لحد ما توصل الى 1111. تمام؟ وكل واحد من دول هينظر ايه؟ الرقم الديسيمال او رقم الهكس اللي مكتوب قدامك هنا. طيب احنا عندنا ال 7 ليت سيجمنت بتكون بالشكل ده A B C D E F G. تمام كده؟ تمام. فدلوقتي احنا لما ندخل لما ندخل الاربعه انبوت بصفر فالمفروض ان ايه الاوتبوت بالنسبه لك يبقى قيمته صفر على 7 ليت سيجمنت. تمام؟ فصفر يبقى المفروض ايه اللي ينور معاك؟ الاي والبي والسي والدي والاي والاف يعني كله ما عدا الجي. تمام؟ يبقى المفروض ان ده بواحد وده بواحد وده بواحد وهكذا. تمام؟ تقدر ايه تدرس كل الاوتبوت زي ما انت شايف. طيب لما يكون عندي ده صفر 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 واحد المفروض يظهر معاك واحد يعني البي والسي قيمتهم واحد والباقي بصفار. تمام كده؟ ونعمل ان الكلام ده لكل الحالات. طيب لما يكون عندك A فالـ A بنكتبها ازاي؟ تبقى كده يعني كله هينور ما عدا الدي. لما يكون عندك B هتبقى ترسم كده تمام؟ فكله هينور ما عدا الـ A والـ B وهكذا. طيب هيكون عندك فيه حاجات ايه بنسميها دونت كير اللي هي موجوده فين؟ موجوده في السبعه وموجوده فين تاني؟ في التسعه. تمام؟ فالحاجات دي ممكن نكتبها اكس او ممكن نكتبها واحد زي ما احنا حابين، لان احنا في الاخر بعد ما نعمل الجدول ده كله هترص بقى الدي والاي والاف هيكون عندك فيه كام اوتبوت؟ سبعه اوتبوت. تمام؟ طيب هتاخد كل اوتبوت لوحده وتروح تطلع او تعمل له الكي ماب بتاعته وبعد كده تعمل له سمبليفيكيشن. تمام؟ يعني كل من دول هتاخده كانه بالنسبه لك هو اوتبوت. زي المثال اللي احنا كنا بنعملها، ترسمه في الكي ماب بعد كده تعمل له سمبليفيكيشن. يبقى انت كده طلعت الدرايفنج سيركت بتاع الليد رقم ايه او الليد حرف ايه. تمام؟ نفس الكلام للبي والسي وهكذا لحد ما تخلص السبع اوتبوت. بعد كده ترص السبع اوتبوت تحت بعض، كل واحده من دول بتنور ايه للدايه معينه. طيب يبقى انت كده لو دخل لك اي انبوت تمام بالاربعه بيتس دول هيروح ايه ياكتف الليد على حسب السيكونس اللي انت حاطه. حد عنده مشاكل؟ حد مش عارف يعملها ازاي؟ سؤال رقم 10 بيقول obtain the truth table of half adder and full adder. طيب خدنا الفول adder والفول الهاف adder والفول adder. طيب بنعمل ايه الهاف adder والفول adder؟ دلوقتي انا عندي رقمين 4 بيتس بجمعهم على بعض. تمام؟ سي اي نوت اي 1 اي 2 اي 3 بي نوت بي 1 الصوت. طيب عايز اجمع الرقمين دول على بعض، فبنجمعهم ازاي؟ بناخد كل رقمين ونجمعهم، فالطبيعي هنبتدي من الرايت، فهنجمع الاي نود على البي نود، هندخلهم على سيركت كده بنسميها الهاف ادر، وهنعرف دلوقتي ليه سموها الهاف ادر. طيب المفروض ان حاصل الجمع ده يطلع لك ايه؟
تو اوتبوت. الاوتبوت اللي انت عايزه اللي هو هنسميه الاس نود، واوتبوت الثاني هنسميه السي 1 تمام، اللي هو الناتج والمتبقي. المتبقي بعد كده هنجمعه مع اللي بعدها. طيب لما نصمم دايره الهاف ادر، دلوقتي انا عندي داخل لها تو انبوتس بس، اللي هو الاي نود والبي نود تمام، وخارج منها تو اوتبوت اللي هو الاس 1 السي 1 والاس نود. دلوقتي 0001 تمام. دلوقتي لو كان عندي رقمين اللي انا بجمعهم 00، المفروض الاوتبوت هيبقى كام؟ 0 متبقي 0. لو كان عندي 01 تمام، فالمفروض ان الناتج هو 1 متبقي 0. نفس الكلام هنا، ولما يكون عندي 1 1 فالمتبقي 1 0 تمام. فدي كده ايه الدايره بتاعه الهاف ادر. طيب نقدر ايه برضو بنفس الطريقه بناخد السي 1 لوحدها والاس نود لوحدها، وكل دايره فيهم ايه هتكون ليها السيركت الخاص بيها. يبقى انت كده عملت ديزاين للهاف ادر. شفنا مع بعض الدايره دي السكشن اللي فات صح، كان مدينا التروث تيبل ده، وكان سالنا ايه الاوبجكتيف من الدايره دي. ساعتها احنا ايه فكرنا في حاجات كتير الا الحاجه دي تمام. دي المفروض اكزور ودي اند، فايه دور الدايره دي ان هي هاف ادر بتاخد تو بيتس وبتجمعهم على بعض، بيكون ده هو الناتج وده هو المتبقي. طيب بعد كده الدايره اللي بعدها بتاخد ايه؟ بتاخد الاي 1 والبي 1 وتاخد السي 1 تمام؟ دي بقى بنسميها فول ادر. طيب بتخرج الاس 1 ومن هنا هتخرج سي 2 تمام كده؟ طيب دايره الفول ادر بقى هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى هنا الـ A1 والـ B1 والـ C1، وهتخرج الـ S1 والـ C2. لو كان عندي 3 صفار ايه اللي هيحصل؟ ده صفر وده صفر. لو كان عندي ده بواحد فالـ S1 هيبقى بواحد والمتبقي هيبقى بصفر. نفس الكلام هنا تمام؟ ده هيبقى بواحد وده هيبقى بصفر وهكذا. لما بيكون عندي واحد وواحد ايه اللي هيحصل؟ ده هيكون بواحد وده بصفر. لما يكون عندي الثلاثه بوحيد ده يبقى بواحد وده يبقى بواحد تمام. فدي كده دايره الفول ادر، واحنا كده عملنا ديزاين الهاف ادر والفول ادر سيركت. اخر سؤال موجود معانا، عايزين نديزاين سيركت عشان تاخد 3 بت نمبر وهتجنريت 6 بت باينري نمبر اوتبوت ايكوال تو ذا سكوير اوف ذا انبوت نمبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الانبوت بتاعي 3 بت تمام؟ والاوتبوت 6 بت، والمفروض الفانكشن بتاعت الدايره ان هي تعمل ايه؟ تعمل سكوير. طيب دلوقتي انا عندي ايه الانبوت 3 بت، يبقى انا هبدا لو انا بتكلم ديسمال يبقى من صفر لحد كام؟ لحد 7 تمام كده؟ دول كده 8 كيسز بتوعي لو كان عندي 3 انبوت. طيب في كل رقم من دول هروح اجيب السكوير بتاعه، ده هيبقى 0 1 4 16 25 36 49 تمام كده؟ كل رقم من دول هروح احوله الى 6 بت اوتبوت. يعني ده هيبقى 0 0 0. حد بينادي؟ في 9 يعني. طيب لما ده يكون بواحد ف 0 0 0 وهكذا، وده هيبقى تمام؟ وهكذا لحد ما نوصل إلى 49 تمام؟ فنحولهم إلى 6 بت أوت. طيب بعد كده هنرص بقى التروس تيبل بتاعنا. ده كده بيت رقم 1 رقم 2 رقم 3 تمام، وده كده الاوتبوت 1 2 3 لحد ايه اوتبوت 6. بعد كده بقى نرص ايه الكلام اللي احنا كاتبينه ده. لما بيكون عندي 3 بصفار فالاوتبوت هيكون كله بصفار تمام. لما بيكون عندي 0 0 1 يبقى ده 0 0 لحد ما نوصل الى 1 وهكذا تمام للثمان حالات دول. طيب نفس الكلام اللي احنا عملناه في ال7 ليد سيجمنت هنعمله هنا برضه، ان احنا هناخد كل كولوم من دول
ونعمله كانه اوتبوت للدايره بتاعتنا. تمام، هنروح نحطه على الكي ماب فكان نعمله سمبليفيكيشن، طلعنا الدايره بتاعته الاوتبوت الثاني والثالث لحد ما نوصل للسادس. يبقى احنا كده ايه، خلصنا الدايره اللي هي تاخد 3 بت نمبر تعمل لها سكوير عشان تخرج اوتبوت ب 6 بت باينري نمبر. حد عنده اي اسئله؟ اكتبي اي ارقام، اكتبي اي رموز. كده خلاص السكشن خلص، نشوفكم المره الجايه ان شاء الله.